نعود لكم متتبعي وزوار موقع فبراير من جديد في إطار النقل المباشر للأحداث التي تعرفها المنطقة الحدودية بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة. الآن كاين خبر عاجل وهو إنزال أمني كثيف في الحدود المغربية، سواء في الطريق المؤدية إلى نقطة العبور الجمركية أو في جنبات الطريق كما نلاحظ هنا على مستوى الجبال. كاين تموقع لرجال القوات العمومية كما تلاحظون هنا من أجل إفراغ هذه المناطق من المرشحين للهجرة، سواء كانوا مغاربة أو مرشحين أو أفارقة جنوب من جنوب الصحراء. كما تلاحظون في هذه المنطقة تم الدفع بكل المرشحين من أجل إدخالهم إلى مدينة الفنيدق. الآن أمامنا العديد من الشباب والأطفال القاصرين الذين يودون البقاء في هذه المنطقة متمسكين بحلم عبورهم إلى مدينة سبتة. لحدود اللحظة لازال هناك العديد من الشباب اللي دخلوا للبحر كيحاولوا أنهم يوصلوا لمدينة سبتة سباحة، لكن كما عاينا فقوات البحرية المغربية قائمة بالدور ديالها كتحاول أنها توقف أي واحد دخل المياه الإقليمية المغربية قبل ما يوصل المنطقة ديال سبتة. هنا نتمنى أن تكون الصورة واضحة. جوج ديال الشباب كيحاولوا يدخلوا البحر، كاين واحد آخر رفع عرض البحر، وكاين بلاصة في لكم زورة ديال البحرية الملكية. كاين تما مزيد من 10 شباب دخلوا من أجل مساعدتهم وإفراغهم من عرض البحر. شدوكم تما البحرية الملكية المغربية ولا الجيش الاسباني؟ ديال المغرب. ديال المغرب؟ ديال الصبرين كانوا تيطلقوا علينا هذيك اللعبة اللي الغاز المسيل للدموع. اللي من ندير اخويا حنا رجعنا بيتنا غير هنايا في الوقت. وباقيين غديروا محاولة من أجل ان شاء الله ضروري ما كاينش استسلام كبير. نعم. لا تما ولا موتى في هذه الحرارة. وعلاش باغيين تهجروا؟ شنو الاسباب اللي خلاتكم تهجروا من المغرب؟ اخويا ما كايناش الخدمه، بنادم تيقلب الخدمه ما كايناش، تيطلب الخدمه تيقول لك والو، فهمتي؟ هاد الناس اخويا ما عارفين باغيين يوصلوا بينا في البلدان. حتى حنا ما كرهناش اخويا نبقاو حدا والدينا، سامحين في والدينا وفي دارنا وفي خوتنا. دابا والدينا تيموت تيبقى الخصاص. جايين لهنايا حنا. الله غالب. الله يخليك. هادشي اللي قلت لك خويا وري منزل الحياة هنا. حق نمشي لهيه ما نوليش ليا. وري وري ما نولي لهنا. وري سالك الجنسيات ونمشي لهاد البلادان. ابدا ما كاين حتى شي حاجة، غادي تخدم بلاصة. تيبقاو علينا غنديرو غنديرو حتى شي حاجة باش ندير معاهم مع هاد الناس هادي. قالت لنا نديرو اليوم غدا اليوم غدا حتى شي حاجة. الله يدير لنا شي تواجد لخير. احنا خويا دابا هما عايش، احنا راه ما عايشينش خويا حتى هو. والله ما عايش بلا كاين الناس تما مساكن تيخرجوا من الطريق ديالهم في السوق باش يعيش. تيبيع حوايج. وشكون اللي غادي يشري من بعد حتى تشوف كيفاش غادي يوليو؟ الخزنية. الله يدير التواجد لخير اخويا وصافي. امين. الله يسهل الامور. ولكن
هما الشباب كما قلنا لكم قبيله ما عاد مازال كيحاولوا كيفاش يناوروا الزوارق ديال البحريه من اجل المرور الى سبته سباحه. على جنبات الطريق كيظهر لنا مجموعه من الالبسه ومجموعه من السكان ديال الناس اللي مشاو دخلوا لسبته وسمحوا في حوايجهم. الغرض منهم ماشي هو انهم يحافظوا على حوايجهم، ولكن الغرض ديالهم كان دائما هو العبور الى الضفه الاخرى، رغم ان عناصر القوات العموميه كتسعى باش انها تدخل الناس المدينه ديال الفنيدق، الى انكم كما كنشوفوا هنايا كيحاولوا مجموعه من الشباب مناوره القوات العموميه والنزول الى الشاطئ. قصة مأساوية نقلنا لكم في فبراير، سواء المباشر أو تابعونا على القناة ديال موقع فبراير. قناة ديال موقع فبراير على اليوتيوب، حيث سيتم نشر العديد من القصص المأساوية والتي تحز في النفس لشباب وقصيرين تحدوا كل العراقيل من أجل الوصول إلى المنطقة الشمالية للمغرب، سواء حفاة وعراة على الأقدام من أجل الوصول للضفة الأخرى أو بلوغ الحلم الفردوسي كما يقال. هنا أمامنا تجمهر كبير للشباب الذي لا يزال ينتظر الفرصة من أجل الوصول إلى نقطة العبور لمدينة سبتة. القوات العمومية تسعى بكل ما أوتيت من أجل إخلاء المكان. ما نسجله اليوم هو أنه القوات العمومية، وهذا ما أكد عليه العديد من الشباب هنا في المنطقة، أن القوات العمومية المغربية لم يسجل في حقها أي تدخل عنيف في حق المهاجرين، على العكس مما تم تسجيله في حق الجيش الإسباني والشرطة الإسبانية التي عمدت إلى تعنيف الشباب اللي ولجوا المدينة واستطاعوا أنهم يولجوا لها، سواء داخل مراكز الإيواء أو في مراكز الشرطة. Thank you.
نترككم الآن على هذه المشاهد على أمل أن نعود لكم بعد قليل في مباشر جديد ومع قصص جديدة.